اهلا بكم اعزائي المشاهدين وفي لقاء متجدد مع برنامج حلم وفكره. والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وان شاء الله تكون حلقه جميله ومميزه، لان هنتكلم فيها عن موضوع بيمس قلوبنا كلنا وكلنا بنحبه، وهو الدعم النفسي لمرضى السرطان. ايه رايك يا نهله في الموضوع؟ هو فعلا موضوع حي ومهم جدا، لان قد ايه الدعم النفسي بيساعد المرضى على مقاومه المرض، بيرفع من روحهم المعنويه، بيديهم امل. عشان كده بيسعدنا النهارده يكون معانا الاستاذه الجميله نهله الهواري، صاحبه جروب صاحبه السعاده لدعم مرضى السرطان. اهلا بيكي معانا، نورتينا. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه نهله، معانا وشرفتينا ونورتينا، وبجد احنا سعداء جدا ان انت معانا النهارده عشان نتكلم فعلا في الموضوع المهم ده. وفي البدايه كده يعني حابين بس نعرف ايه هو جروب صاحبه السعاده، والبدايه بتاعته كانت ازاي؟ هو أنا كنت متطوعة الأول في مؤسسة خيرية كبيرة لمرضى السرطان الثدي السيدات، والموضوع خد معايا شكل أكبر لما كنت بدعم السيدات في المستشفى. لقيت إن الدعم ده شيء مهم جدا، إزاي المريض يتحول من نقطة ضلمة في حياته أول ما بيجيله حالة الصدمة بتاعة المرض لنقطة منورة لما بعد ما بيتخطى الصدمة وبيتخطى التأهيل وبيتخطى التخبط. لأن هي المرض ده ليه مراحل كتير قوي. من هنا جات لي فكرة جروب صاحبة السعادة، اللي هو دلوقتي بيدعم جميع مرضى السرطان، مش سرطان الثدي بس، ستات ورجالة، بقى يدعم كل المرضى في كل المستشفيات مصر. يعني كل الأعمار؟ كل أي نوع؟ لا، هو أنا الكبار، يعني أنا ما بدعمش الأطفال، الأطفال ليهم وضع خاص. طب ايه اشكال الدعم اللي بيقدمها جروب صاحبة السعادة؟ هو دعم نفسي ومعنوي في الاكتر. يعني انا مثلا بنظم لهم رحلات، بنظم لهم لايف كوتش تيجي تديهم جلسات دعم نفسي، بنقدم لهم دعم ليلي ساعات تليفونيا لما بيكونوا في حاله الانهيارات، لما بيبقوا المرض بيجي لهم او بيتجدد تاني، او الاقي حد مثلا بيتصل بيقول لي قريبي او قريبتي جالها الكانسر ونفسيا متحطمه، فبنكلمهم تليفونيا. فالدعم النفسي بياخد اشكال كتير. في شكل منه اللي هو اللايف كوتش، هي بتبقى طبعا متخصصه وبتبقى عارفه الحاله دي، مثلا حاله عندها خوف، بقت تخاف من كل الناس لما جالها المرض، بقت مش عارفه تتكلم مع حد. في بنتوجه بقى للحته اللي هي الخوف، القلق، التوتر، الصدمه، نوجه الحته. كل واحد فينا بيتقبل الصدمه بنقطه معينه، فاحنا بنخش لهم الحته دي، وبعد كده بنعمل بقى حاجات ترفيهيه تخليهم المود اللي هم فيه يختلف تماما عن المود اللي دخلوا فيه بسبب المرض. تمام. واحنا برضو في نقطه الحته الترفيهيه دي، طبعا احنا كان يعني سعدنا جدا ان احنا شاركنا معاهم هنا اللي هو فريق برنامج حلم وفكره في الايفنت الخاص بدعم مرضى السرطان. واحنا دلوقتي هنعرض الصور والفيديوهات للمشاركه. اوكي. اكلمينا بقى يا استاذه نهله كده عن اليوم ده. اليوم ده يعني انا دايما بقعد اقول بدعم الناس الكويسه الحلوه في بلدنا، اللي دايما هو دي المسانده المجتمعيه. يوم زي ده مثلا صاحب اليخت كان متبرع بيه لينا، في ناس كانت متبرعه بالتورته، في ناس متبرعه بالعصير، كان صاحب اليخت جاب لهم العصير، في حد ومشينا في الميه ثلاث ساعات زي ما انت شفت. طبعا اليوم كان حلو ازاي، كان في حد فعلا كان اليوم على فكره احنا نفسنا استمتعنا بيه جدا. احنا يعني انا احنا نفسنا كنا محتاجين يعني اليوم ده اكتر. انتوا خدتوا دعم، انتوا قلتوا لي الكلمه دي. هم فعلا قد ايه؟ لا بس بجد هم ناس جميله جدا، لان هم انا حسيت ان هم اللي دخلوا علينا البهجه. صح. يعني قد ايه قد ايه جمال، عندهم حب للحياه، عندهم تفاؤل، عندهم يعني رضا بالهم يعني بقضاء. ما هو ده بقى مرحله التقبل، خلاص تقبل الوضع اللي هم فيه. والبهجة والفرحة بجد اللي دخلوها على نفسهم ودخلوها كمان علينا احنا شخصيا. هو كان يوم مبهج وجميل جدا يعني. هو الحمد لله كل ايامنا مبهجة. وفي سبب بقى لكده، انا ملاحظة حاجة، انت ما شاء الله كل حاجة بتعمليها بحب. الحب طبعًا. يعني ده بقى بيظهر في الحاجة اللي بتحصل، لان فعلا المكان كله تحسي الناس كلها حابة بعضها،
تحسي الناس كلها مبسوطه كده وحاسه الحمد لله. لا كان ما شاء الله هو توفيق ربنا، احساس يعني احساس بيهم وباللي حواليهم، يعني الشعور جماعي يعني، فاهمه؟ لما برضو يبقى في حد بيعاني من نفس الشيء، فالشعور لما يبقى جماعي لا بتقدري فعلا تطلعي منهم احلى حاجه فيهم، وحاسين يعني ببعض. تمام. هو بيبقى اولا توفيق من ربنا، ثانيا يعني في حاجات قدريه بتحصل، بحس ان هي ربنا يعني بيبقى واقف معانا لان هو عارف النوايا. لما مثلا الاقي نفسي نسيت العصير في عربيتي، انتوا طبعا شفتوني وانا كنت زعلانه جدا، والاقي صاحب اليخت يقول لي انت زعلانه ليه، فاقول له انا كنت جايبه لهم عصير، فيقول لي عينيا الله العصير يطلع من تحت. تدابير ربنا، تدابير يعني جايه زعلانه ان العصير نسيتيه ولا برضه جالهم عصير بالظبط. فهي بقى حاجات من دي كتير قوي، الاقي حد مثلا بيكلمني بيقول لي انا شفت مثلا صورك على الفيسبوك، انا عايز اعمل لهم رحله، انا عايز استضيفهم في مكان، انا شفت مثلا حد كلمني عليكي وبيقول لي انت بتعملي قديمه المرضى، انا قريب فلانه انا عايزه استضيفهم، لان طبعا احنا قد ايه الناس جميله فعلا بجد، وعندها حب الخير وحاسه فعلا، وعندها اهم حاجه طبعا ان الكل يبقى حاسس طبعا بغيره باللي بيعاني بيه. ففعلا دي حاجه بتبقى حلوه قوي، نهلا يعني طبعا المشاركه والتشارك وهما بيوصل لهم الاحساس ده وبيبقوا ممتنين جدا ان حد حاسس بي. على فكره احساس ان حد حاسس بيكي، حد يعني هو الجروبات دي بتبقى فايدتها ان كل مريض حاسس ان هو صاحبته او صاحبه اللي في الجروب نفس المه. المشاركه طبعا ده بيهون عليه بقى جدا اللي هو فيه. جدا. واحنا معانا فيديو برضو تاني صح للموضوع ده، كان في فيديو يعني لو هنعرض الفيديو يا جماعه لو سمحت. طب ماشي، على ما يجهز طيب الفيديو هنا لو عندك. طب اللي عايز يشارك في جروب صاحبه السعاده لدعم مرضى السرطان يعمل ايه؟ يعني انت قصدك اللي يشارك اللي هم اللي يعني يدوهم خدمات دعم نفسي اللي ممكن يقدمه او يشارك زي ما قلت كده، يعني احنا يعني ممكن حد يستضيفهم، ممكن حد يوفر لي قاعه لايف كوتش تيجي تديهم المحاضره بتاعتهم، لان احنا بنعمل بامكانيات بسيطه طبعا، لان انا جروب مش مؤسسه او جمعيه، فبنعمل بامكانيات البسيطه، يعني ممكن بنتجمع مثلا في حديقه عامه عشان بجيب لهم لايف كوتش فيها، او حد يديهم يوجا ضحك، او حد يديهم حاجات للطاقه، او مثلا حد مسؤول تغذيه يعني يعني دكتور تغذيه يجي يكلمه، لان طبعا الهرموني والكيمياء بيغير في بتحسي بالفرق بقى بعد اللي بيحصل ده، بتحسي ان قد ايه نفسيتها. انتوا شفتوا، انتوا بتقولوا لي احنا مش مصدقين، انت كام واحده مريضه فقلت لكم كلهم مرضى، فانتوا ما كنتوش مصدقين ان كلهم مرضى. قلت لكم على فكره النهارده دايما المكان اللي بيبقى فيه تبرع احنا ما بنجيبش حد خالص غير المرضى، يا اما لو واحد واثنين او فريق من المساعدين بتوعي اللي هم مش مرضى، الباقي كله بيبقى مريض. حتى قلت لكم حتى الرجاله اللي معانا مرضى، يعني حتى الرجاله اللي كانوا قاعدين تحت دول مرضى. معقول؟ يعني هم الثلاث رجاله اللي كانوا معانا كانوا مرضى. فما فيش حد نهائي ما كانش مريض، فانتوا كنتوا مش مصدقين ان دول كلهم مرضى. وانت قلت لي برضو ان في ناس الدعم النفسي ده فعلا اثر عليهم وشفاهم او عمل مش يعني حسن من حالتهم. طبعا طبعا، يعني انت لما تعملي جلسه تلاقي حد يقول لك انا بقالي ثلاث مرات اجي اخد الكيماوي ويقول لي مناعتك واقعه، مناعتك واقعه. فليه ونتكلم معاه شويه؟ طب احنا بكره في رحله، وفي وسط الرحله والدنيا شغاله وبنضحك وبنهزر، اقعد معاها ساعه ونتكلم ايه اللي مضايقك، ايه مثلا بتقولي في حاجات مثلا شخصيه، يعني ربنا يعافينا المرض ده لما بيجي فيه ناس كتيره بتتخلى للاسف عن الـ عن الـ عن الـ أهلهم. هو طبعا طبعا يعني الحاله النفسيه دي اول طريق، اول طبعا طريق الشفاء، يعني اول خطوه في طريق نتصل بيها تاني يوم عملتي ايه يا فلانه، تقول لي الحمد لله دخلت الكيماوي، لقوا المناعه مظبوطه. لا وكمان الحاله اللي انتوا بترسموها او بتعيشوهم فيها دي بتديهم فعلا يعني اقبال على الحياه وحب للحياه، يحاول ان هو حتى يخرج من الحاله النفسيه فيتقبل اللي هو فيه ويبتدي فعلا في خطوه العلاج. هو ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا ده هدفنا، يعني ده هدفنا اللي احنا بنعمله، ان على الاقل يقدر ان هو يستمد طاقته مننا. حتى لو بره في طاقات سلبيه كتير بتجيلهم من بعض الاهل، من زوج، من زوجه، يعني في زوجه ما تبقاش متقبله زوجها، في زوج مش متقبل زوجته، في ساعات اهل، في نسبه الوعي والتعليم بتفرق. حد يقولك انا قرفان اكل من ايدك عشان انت بتاخد كيماوي، لما حد يقول لها كده فهي طبعا تحس ان هي وهو ما فيش اي مرض مش معدي خالص، بس هو نسبه الوعي انت مش هتقدري تحاسبي حد على نسبه التعليم والوعي بتاعه. صحيح.
بس لما تلاقي الاحتواء، يعني في حد اتقال له منكم انتوا كمذيعين كانوا بيتكلموا معاها فبتقول لك انا حبيت السرطان. فانا سمعت الجمله دي كتير، بس انا كنت متاكده ان طبعا انتوا اتصدمتوا. حد في حد بيحب السرطان؟ لما اكون ممنوعه من الخروج، ممنوعه من الحياه، ممنوعه من الضحك والاماكن تروحها، فلقيت نفسها بعد السرطان جوزها بقى يسمح لها شويه انها تخرج عشان نفسيتها. تمام. حسيت ان حياتها اتغيرت جدا، وبقت شافت اماكن مختلفه، اتعرفت بناس مختلفه، لقت ناس بتدعمها. هي كانت قاعده في البيت ما بيحصلهاش اي حاجه من دي. حبت السرطان عشان كده. لا ربنا يشفيهم طبعا. رب. اوكي. طب يا جماعه الفيديو جاهز دلوقتي نعرضه. طيب تمام. يعني احنا روحنا المعنويه عاليه قوي طبعا يعني. واحنا كمان بندعي الجميع ان هو يشارك في حاجه زي كده. انت طبعاً. على فكره هو ما بيدخلش السرور عليهم بس، ده كمان انت بتدخل السعاده بالزبط. على قلبك. لسه كنت بقول انا نفسي يعني لما حسيت ان هم سعده حتى بوجودنا وبشاركتنا معاهم. لا تتخيلي يعني مدى السعاده العطاء اللي كنا فيها يعني. العطاء بيدي سعاده بالظبط. لسه كنت هقول لك العطاء نفسه فعلا. متعه الانسان لما بيحس ان هو اسعد الناس اللي حواليه. ده متعه كبيره. انا سالت سؤال زي كده من الفريق بتاعكم فبيقول لي انت بتستفيدي ايه؟ فقلت لهم على فكره ما فيش حد لازم يستفيد. بس في مستفيد بالظبط. انا مستفيده ان انا لاقيه حب زي ما شايفين حب طبعا. جارف انا كله بيجي يصوروا اوكي قوي فعلا جدا يصوروا معايا بقول لهم انا نايله علوي هنا يا جماعه. طيب استاذه نهله دلوقتي احنا يعني تحبي تقولي ايه لو كل واحد مثلا يعني عنده مرض بيعاني، تحب تقولي له ايه على اساس ان هو يقدر يتخطى الالم، يقدر يواصل في حياته؟ ايه اللي ممكن تنصحيه بان هو يكمل يعني عشان يقدر يكمل في حياته يعني؟ اي حد خلال خبرتك في اللي انت كل اللي انت شفتيه، اي حد بيجي له مرض او مشكله حتى لازم يبقى فيها رساله من ربنا ليك. يعني مش عقاب، هي رساله. انت 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 ايه اللي في حياتك لازم يتغير؟ اوعى تتخيل ان المرض جالك عقاب. لا لا لا، ربنا ما بيعاقبش حد بالمرض. أكيد. هو بيديك منحه استفيد منها. لا فدايما هو الذي اضحك وابكى واذا مرضت فهو يشفيني. يعني انت هو ما دي منحه ربنا جايبها لك، فانت استفيد منها حتى لو مشكله مش مرض على فكره. احنا دايما نقول لهم الكلمه دي، انت شوف استفيد من مرضك. المحنه دي جات لك عملت فيها ايه؟ هتخرج منها ازاي؟ تخرج منها اقوى، هتخرج منها تحولها لمنحه يعني. لازم هيكون في دروس استفدتها منها. بالظبط بالظبط. من هنا بقى بيبتدي ان هو يبص كل واحد، وانا بقول له الكلمه دي هو بيركز انا ايه في حياتي متلخبط. يمكن يكتشف حد كان بيحبه جدا وبيخلص له وهو يفوج ان ده طلع مش يعني خرج من المحنه، ان هو عرف مين بيحبه ومين مش بيحبه. بتحصل كتير. فبقت مين كان منحه من عند ربنا ليه. اكيد. بس صحيح. طب من خلال برنامج حلم وفكره، ايه حلمك للي جاي وايه اللي تحبي توجهيه للناس بخصوص الموضوع ده؟ حلمي ان مفيش مريض سرطان يكلمني
ويعني يطلع من الموضوع من طاقه الضلمه للنور. نفسي كل مرضى سرطان يطلع من طاقه الضلمه اللي هو دخل فيها لنقطه النور اللي دخل لها. حلمي بقى ان انا اعمل حاجه على مستوى مصر ان هي تبقى في فروع ليها، ان لما المريض يبقى حاسس عايز دعم نفسي يلاقي حد واقف جنبه. دي انفذها ازاي لسه بفكر فيها، مش 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 محدديه حاليا، بس هو دي فكرتي دلوقتي في الفتره اللي جايه يعني. لا ان شاء الله تحققي طبعا كل اللي بتتمنيه، واحنا كمان بنتمنى معاكي. على فكره لسه هقول لك لسه هقول لك الفكره دي تتحقق بمسانده الناس الكويسه اللي زيكم طبعا. يعني انا شفت ناس حلوه كتير طبعاً. وناس مسانده والله، الناس كتير حلوه بالزبط. وناس كتير جواها خير وعايزه تعمل، فيا ريت يعني ما يستنوش يطلعوا كل اللي هم يعني كل الخير اللي جواهم، يعني فعلا في ناس تستاهل ده يعني. أتمنى. طب يعني احكي لنا، طيب قبلك اي حاجه كده موقف صعب تعرضت من خلال الجروب بتاعك او كده؟ طبعا اكيد قابلتك قصص اليمه مؤلمه حاجات، احكي لنا كده اصعب حاجه ممكن تكون قابلتك وقدرتي ان انت تواجهيها ازاي؟ يعني لما يعني الغدر اللي مثلا حد يعني بدل ما الاقي المسانده مثلا الاقي ست بتقول لي جوزي بعد اول جلسه كمان يطلقني عشان شعري وقع. بعد مثلا دخلت اعمل عمليه خد مني الشقه. طب يعني انت يعني انت المفروض اقرب الناس ليها هم اللي يقفوا جنبها. ازاي؟ طبعا واحده تقول لك مثلا والدتي مش عايزه تاكل من ايدي، مش عايزه تجيلي، مش عايزه تاكل من ايديكي وتجيلك والدتها. فانا ساعات بقعد اقول بس المرض مش مرض معدي على فكره. ثوابت غير يعني ايه، انا بستغرب يعني من التفكير بقى هي لا بس انا بستغرب برضو من التفكير، اصل معروف ان ده مش مرض معدي. على فكره في امراض كتيره مش معديه والناس فاكره انها معديه. يعني انا مش فاهمه بتعمل يعني مشكله للمريض، بيحس ان هو منبوذ، بيحس ان الناس خايفه منه مع ان هو اصلا نهله حاجه صعبه قوي. نهله طبعا نهله ونهله يعني حاجه صعبه قوي ان انت مثلا لما تبقي في حاجه زي كده محتاجه اقرب الناس اليكي، ان هم اللي يقفوا جنبك ويساعدوكي ويشيلوكي ويتخطوا يعني تخطي معاهم ده. طب انت بتقولي على انا يعني انا في مثلا حاله عندي مثلا خطيب بنتها سابها عشان هي مامتها جالها المرض اصل وراثي، فانت اكيد هيجيلك، انت بتسيب خطيبتك عشان انت اكيد هتجيلك. فلا انا شفت يعني شفت قصص مؤلمه، والست بقى حاسه بالشعور الذنب ان هي بنتها يعني جوازتها اتفركش عشان هي جالها المرض. فطب يعني دي يعني دي تخرجي بره شعور الذنب ازاي؟ هي حاسه ان بنتها حياتها. قلت لها لا ده ربنا اداكي اوبشن حلو قوي ان انت اكتشفتي الولد ده صح. كان ده لما لو بنتك تعبت فعلا لاي تعب تاني مش لازم سرطان كان هيسيبها، ده لمجرد ان والدتها جالها سرطان هو قال لك ده ورد وراثي. فلا في حاجات يعني فعلا بجد بتلعب في الثوابت اللي انت متربيه عليها. ام ازاي تبقى تقف ضد بنتها، او زوج ازاي، او ودول اول ناس المفروض يكونوا جنب المريض يكونوا مساندين وهم دول الداعمين. مع شفت بقى ناس تانية محظوظين جدا اجوازهم داعمين جامدين جدا ليهم، عشان حرام ان احنا نغفل ونقول طبعا. كل الناس لا في كده وفي ده يعني في رجاله داعمين جدا لستاتهم يعني. وقال لهم انتوا جمال، تقول له انا وحشه شعري وقع يقول لها انت جميله. هنا بيبان بقى الاصل وبيبان بالظبط هو طبعا شكلها مش متغير ده لازم بس ان هو يقول لها انت جميله ده انسان يعني هو انسان جميل. انك تلاقي مثلا عيله حاجه زي كده هو نفسه يبقى انسان جميل يعني عيله مثلا حواليها تخش تلاقي اهلها كلهم مستنيينها بعد اخر جلسه كمان وهم اللي يعملوا الحفله اللي احنا بنعملها لها. طيب احنا فاضل تقريبا كده حوالي دقيقه ونص يعني سريعا كده لو عايزه توجهي كلمه ليهم اللي هم مرضى السرطان اللي انت بتوجهي لهم بس كده تبصي للكاميرا وتوجهي لهم كلمه، وتوجهي برضو كلمة يعني الناس الجميلة اللي قلوبها فيها الخير لسه فيها الخير يعني تحبي تقولي لهم ايه؟ اولا حبايبي المرضى، انا ما بحبش اقول مرضى بس مضطرة عشان البرنامج، لكن انا دول اخواتي. انا يعني كل يوم بحس ان انتوا بتعملوا لي دعم. انا جاية النهاردة ودعوات كتير قوي على الجروب ودعوات على الفيسبوك ليا، وشكرا ليكوا انتوا بتعملوا لي الدعم قبل ما انا اعمله لكم. الناس اللي بتدعمنا بقى او اللي احنا عايزينها تدعمنا، ارجوك المرض ده محتاج فعلا كل الناس يعني تبقى متشاركه فيه، ان احنا ندعمهم وان احنا اي حد عنده حاجه زي صاحب اليخت ده مثلا، اي حد عنده اي حاجه
يقدر يقف جنب الناس دي، لان الواحد مش ضامن صحته، مش ضامن هو بكره ايه. انت اللي انت خايف، يعني اللي خايف من المريض انت ضامن بكره عندك ايه؟ هتخاف منه ليه؟ ما احنا مش ضامنين بكره مخبلنا ايه. فاتمنى ان كل الناس تقف جنب المرضى دول وتدعمهم وتشاركنا الدعم ليهم باي صوره بقى. طبعا اي صوره، يعني هو كفايه بس الكلمه الحلوه الدعم النفسي. وانا متشكره لكم جدا، وعلى فكره اسم البرنامج عجبني قوي، اصل الحياه من غير حلم ما تنفعش. اكيد طبعا الاثنين بيكملوا بعض. واحنا كمان سعداء جدا بوجودك معنا النهارده وشرفتينا ونورتينا، وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق في طريقك اللي انت اخترتيه، وربنا فعلا يعني يجازيكي خير عليه باذن الله. وطبعا احنا هنا من خلال البرنامج بنشكر طبعا الاستاذه نهله على اللي هي بتعمله لدعم مرضى السرطان، وبنتمنى يا ريت الكل يعمل زيها، او اي حد يقدر يشارك باي حاجه يا ريت ما يتاخرش. وبنشكر كمان كل اي انسان او اي حد بيحاول ان هو يرسم البسمه على وجوه الناس وجوه قلوبهم. نشكر وجودك معانا النهارده استاذه نهله الهواري، نورتينا وشرفتينا. شكرا. النهارده دلوقتي انتهت فقرتنا اعزائي المشاهدين، وانتظرونا بعد الفاصل مع منى وايمان، وفقره مع الدكتور رضوى نبيل اسماعيل اخصائيه التغذيه الاكلينيكيه بالقصر العيني.